بعض عن التلمذة. طبعا كلنا عارفين ان السيد المسيح كان بيدعى المعلم والمعلم الصالح، وكان كل اتباع السيد المسيح اسمهم تلاميذ، ومن التلاميذ دول اختار خاصته اللي هم التلاميذ الاتناشر والسبعين رسول. لكن كل الاتباع في الاول كانوا تلاميذ، وبعد كده في انطاكيا ضعوا مسيحيين. السيد المسيح لما جه يوصي تلاميذه بالكرازة قال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. طيب هل التلمذة هي التعليم؟ يعني أنا لو سمعت محاضرة من حد هيبقى كده أنا اتلمذت عليه؟ إيه رأيكم؟ لا طبعا، التلمذة غير التعليم. أنا ممكن أسمع محاضرة من أي حد مرة أو اتنين وممكن أتعلم منها حاجة ثقافية، لكن التلمذة حاجة تانية. تلمذة عايزة معايشة، تمام يا ميس، عايزة مصاحبة ومعايشة. عشان كده السيد المسيح كان فترة خدمته 3 سنين وشوية، وكان بيعلمنا فيها كل شيء، وكان تلاميذه الاتناشر شبه معاه عشان يتعلموا منه كل حاجة. يبقى إذا التلمذة حاجة، وإني أنا ألقي محاضرة ده موضوع تاني خالص. وأنا لو عايزة أتلمذ لازم أصاحب وعايش وأعرف كل حاجة عن اللي أنا عايزة أتلمذ عنه. طب هل التلمذة ليها شروط؟ السيد المسيح قال لنا. طب تفتكروا إيه هي شروط التلمذة؟ يعني هل أي حد ينفع نقول عليه إن هو تلميذ؟ أتبعه إزاي؟ حضرتك قربت شوية. أتبعه إزاي؟ تمام. هو السيد المسيح قال لنا إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذ لي. إن ثبتتم في كلامي، يعني مش مجرد إن أنا أعرف كلامه. مثلا الكتاب المقدس قال لنا إيه؟ مثلا لا تشهد زور. المهم إن أنا أعمل كده. لا تكذب، أنا المفروض ما أكذبش. مش بس مجرد معرفة، حياة وعايشة هذه الوصايا وعمليها. هو ده كده انا ابقى ان ثبتتم في كلام، مش كده؟ لنفرض مثلا دكتور مشهور قوي قوي قوي، مثلا زي الدكتور مجدي يعقوب مثلا، وجي حد قال انا تلميذ الدكتور مجدي يعقوب. طيب خلاص ماشي، هنجيب لك حالات. اول حاله ماتت، تاني حاله نسي فوطه، تالت حاله جالها تسمم، رابع حاله مش عارفه جالها ايه. ينفع ان هو يقول انا تلميذ لي؟ لا طبعا، لازم اعمل زي ما هو عمل، زي ما حضرتك قلتي، ولازم اتبع وصاياه واعملها، مش مجرد ان انا ابقى عارفاها، مش كده؟ لان احنا كمان عندنا ايه خطيره شويه، لان اسم الله يجدف عليه بسببكم، بسبب سلوكنا. وعندنا حاجه تانيه حلوه كانت حصلت من فتره طويله، يعني في بلد شيوعيه وجالها مدرس مسيحي. قبل ما يبتدي اي حاجه قالوا له بص، انت هتيجي وهتدرس، مش عايزين تبشير، تبشير ممنوع. بصوا لقوه قعد سنة واتنين وكل التلاميذ بتوع معظمهم بقوا مسيحيين. احنا مش قلنا لك ما تبشرش؟ قال لهم ما بشرتش. امال الناس دي بقت مسيحية ازاي؟ اسألوهم، انا ما قلت لهمش حاجة، ما كلمتهمش على السيد المسيح. فابتدوا يجيبوا التلاميذ بتوعه، ابتدوا يكلموا ازاي ان هو لما كان يعرف حد تعبان كان يروح يسأل عليه، يطمن عليه، يساعده انه يجيب له الدواء، يجيب له الدروس اللي فاتته، فلان عنده مشكله يحاول ان هو يحلها له. شافوا في السيد المسيح وحبوا، عشان كده امنوا بالسيد المسيح. يبقى اول حاجه تخليني تلميذ لي ان احنا نثبت في كلامه، ان ثبتتم في كلامي فبالحقيقه تكونون تلاميذ. طيب ايه تاني حاجه بقى؟ المحبه. تاني حاجه المحبه. طبعا انا مش محتاجة ان انا اتكلم عن محبة السيد المسيح البذلة. طيب هو برضو السيد المسيح قال بهذا يعرف الجميع انكم تلاميذي ان كان لكم حب بعضكم لبعض. برافو ميس فادي. طيب لكن احنا للأسف يعني في الخدمة يعني احنا محتاجين ان احنا نشتغل على نفسينا شوية في المحبة، لأن للأسف المخدومين بتوعنا بيلاقوا
مستر ده متخانق مع المستر ده، والميس دي زعلانه من الميس دي، والخادم ده او الخادمه زعلانه مع الامينه بتاعتها، ومشاكل كتيره جدا في الخدمه. كل واحد بيقول ان هو صح، كل واحد بيقول انا بعمل كده عشان الخدمه. طب وفين محبه ربنا؟ وفين المحبه البازله؟ وهل احنا كده بنبقى تلاميذ للسيد المسيح، ولا للاسف الحاجه الثانيه اسم الله يجدف عليهم بسببكم؟ فاحنا دي حاجه بجد فعلا ناقصانا شويه المحبه. ويوحنا الحبيب يعني في كل كلامه وكل وعظاته كله كان بيتكلم عن المحبه، يعني كان حتى لاخر فتره في حياته كانوا بيشلوه، كان بيقول لهم ايه؟ ان هو بيوصيهم ان هم يحبوا بعضهم بعض، لان المحبه هي تكميل الناموس. يعني وعندنا الاصحاح بتاع كرونسوس الاول 13 بيتكلم عن المحبه، وعندنا زي ما قلنا المحبه البذله العمليه اللي عملها السيد المسيح. مفيش محبه اكتر من كده. واحنا المفروض لو احنا عايزين نبقى تلاميذ للسيد المسيح لازم يكون لينا محبه. احيانا بنحس ان المخدومين مش هيحسوا. لا بيحسوا، لا بيعرفوا. انتوا عارفين الاخطر من كده؟ دي حاجات انا شفتها. يمكن يبقى عارفين كمان الدرس ده متحضر كويس ولا لا. كذا سنه في بنات راحوا لامينة خدمه قالوا لها انت شفتي تحضير ميس فلانه؟ هي وريتهولك؟ شفتي؟ رجعتي؟ اخطر من كده كمان، بيحسوا المتكلم دوت عايش الحاجه دي ولا لا. لان بامانه في بنت قالت لي انا حاسه ان انا في مدرسه الاحد كاني في مدرسه، بس مع درس دراسات، درس ساينس، محاضرة. فهم بيحسوا وبيعرفوا، بيعرفوا في محبة حقيقية بيننا وبين بعض ولا لا، بيعرفوا الدرس ده متحضر كويس ولا متكرود، بيعرفوا أنا عايشة الحاجة اللي أنا بقولها دي ولا مجرد بقول كده كلام حلو وجميل لكن مش عايشة. التلميذ بيبقى إيه؟ بيبقى عايش الكلام اللي هو بيقوله. يبقى إحنا قلنا أول حاجة نمشي في وصاياه ونظبط في كلامه، تاني حاجة محبة. تفتكروا فيه ممكن يكون ايه تاني؟ عشان نساعد بعض يعني. طيب في آية حلوة بتقول إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه. تفتكروا يحمل صليبه قد إيه؟ يوم اتنين كل يوم ويتبعني. إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. مرسي. طيب ينكر نفسه يعني ايه؟ يعني ايه ينكر نفسه؟ يعني ايه ينكر نفسه؟ يعني ايه؟ تمام، حلو خالص. اقدم الاخرين عن نفسي. مال مين اللي يظهر؟ تمام، حلو خالص. انا هختفي، مين بقى اللي هيظهر؟ السيد المسيح، مش كده؟ تمام، حلو خالص. هنكر، حلو خالص، جميل جدا. هنكر نفسي، مش هعتمد على نفسي، مش هعتمد على فهمي. على فهمك لا تعتمد، ويل للحكماء في اعين انفسهم. مش هعتمد على الفلوس، مش هعتمد على اي حاجه. هعتمد على مين؟ على ربنا وعلى الروح القدس. طيب كلنا دلوقتي بامانه تعبانين من الغلا، مش كده؟ كلنا عايزين فلوس الخدمه تزيد، مش كده؟ طب تفتكروا ايه الحل؟ هينفعوا الاثنين مع بعض؟ نطالب ولا ما نطالبش؟ ربنا بيبعت. طب انا عايز اسالكم سؤال، ايه رايكم الخدمه والمسيحيه انتشرت الاول بالفلوس وبالامكانيات وبالتكنولوجيا؟ مش بولس الرسول لما شاف الاعرج على باب الهيكل قال له ايه؟ ليس لي فضه ولا ذهب، ما عنديش فلوس ولا اموال، ليس لي فضه ولا ذهب، لكن الذي لي فاياه اعطيك. ايه بقى اللي ليه؟ باسم يسوع الناصري قم وامشي. وقام ومشي. والراجل ده كان معروف، معروف ان بقى له 40 سنه واكتر وهو تعبان. طيب بطرس الرسول لما قال وعظه واحده وجاب 3000، كان بالبروجيكتور والافلام والباوربوينت ووزع اغابي وعمل حاجات كده علشان يغري الناس تجيله. هي
هي وعظة واحدة، الروح القدس هو اللي عمل. ولما نيجي نقرا هنلاقي ان نخرسوا في قلوبهم. مين اللي نخرس؟ هو الروح القدس. طب هل معنى كلامي ده بقى خلاص من بكره مش هنشتغل ولا هنعمل بروجيكتور ولا باوربوينت؟ ايه رايكم؟ طب امال نعمل ايه؟ ايه الحل؟ طب ايه الحل؟ ما اشتغلش من غير الحاجات ديت ولا ايه الحل؟ بص، بروجيكتور وما الى ذلك كلها وسائل مساعده. مساعده في اولويات، في حاجات في الاول. ان اولا انا بطلب مساعده ربنا من قبل ما ابتدي في الدرس بتاعي، بطلب ارشاد الروح القدس، بحضره كويس، بجيب مراجع ارثوذكسيه مش اي حاجه، وبطلب مساعده ربنا ان هو اللي يعمل في نفوس السامعين مش انا. زي ما حضرتك قلت، مش انا، انا مش عايزه وعظه حلوه والناس تسقف. طيب جبت مين للمسيح؟ زي ما كان بيقول سيدنا بابا شنوده، قلت وعظه حلوه جدا والناس كلها هايل برافو، بس مفيش حد روح جاهد انه يعمل حاجه، مفيش فايده، محاضره عاديه. بنطلب مساعده الروح القدس في امكانيات بشتغل بيها، مفيش امكانيات، في اللي اقوى من الامكانيات. طب ايه رايكم في الطوائف الاخرى في البلاد الاوروبيه؟ اكيد كلنا عارفين ان الكنائس دي بتتباع، مش حضراتكم عارفين سامعين كده؟ طب عندهم امكانيات ولا ما عندهمش؟ بتتباع والناس ما بتجيش ولا لا؟ يعني سمعت حاجه لابونا داوود كان بيقول ان عنده ناس من بره، ولما جم حضروا عنده في الكنيسه ولقوا العدد ده قالوا له هم دول كل اللي في القاهره؟ جم قالوا ايه كل اللي في القاهره؟ دي احدى الكنائس في حي واحد من القاهره. طب ما هناك في امكانيات رائعه وفلوس وحاجات كتير، وكلنا احنا هنا في مصر بنعاني من الطوائف الاخرى، بنجيب بالفلوس وبالهدايا وبالحاجات دي. طب هم من بره ايه الاخبار؟ الامكانيات عملت ايه؟ ما عملتش حاجه، والناس ما بتجيش ونسبه الالحاد عاليه. يبقى اللي بيعمل في الخدمه والاساس هو الله، وروح القدوس هو اللي بينمي في الكنيسه، وهو اللي في بدايه الكنيسه هو اللي نشر الايمان، هو اللي نخس في القلوب، وهو اللي كان بيساعد. هو نشوف في سفر اعمال الرسل يقول لبولس الرسول ما تخشش هنا، لا روحوا هنا، مش كده؟ هو اللي بيرشد، هو اللي بيعمل الاساس. روح الله القدوس يعمل الاساس، انا اعمل اللي عليا، احضر كويس واصلي كويس، وهو ده اللي واعيش الدرس اللي انا هديه. احنا مش بندي محاضرات، احنا لازم نعيش الدرس قبل ما نقوله او قبل ما ندي، وربنا هو اللي بيبارك. طيب احنا بقيت الايه يحمل صليبه كل يوم، هل احنا بنحمل صليبنا في الخدمه؟ مش عايزين اجابه. هل احنا بنحمل الصليب في الخدمه ولا طبيعه العصر كل واحد زي ما كنا بنتكلم في المحبه، امين الخدمه مضايقني، امين الخدمه كل ما اقترح عليه ما بيسمعش كلام، وامين الخدمه يقول الناس دي ما عندهاش عمق في الخدمه، مش فاهمين حاجه، بيقولوا حاجات سطحيه، ونفضل كده. هل في حمل للصليب في الخدمه؟ هل بنحتمل؟ هل بنبذل؟ هل لما يكون في خروف ضال بنجري وراه؟ هل بنتعامل ازاي مع اي مشكله بتجيلنا؟ يعني بنحتمل. طب لو عندنا حالة صعبة، أصل عشان الحاجة دي يعني بنشوفها كتير وكلنا بنقع فيها، وأخذت وقت طويل طويل خالص، هل بزهق وبتعب ولا بكمل معاها على طول؟ ساعات بنسأل. طيب احنا لازم نحتمل ويبقى عندنا رجاء، وعارفين ان مفيش شخص صعب ان هو ما يجيش للمسيح، كل الناس وارد انها تيجي بالصلاة. القديسة مونيكا كلنا عارفين انها قعدت اكتر من 20 سنة علشان ابنها اوغسطينوس، لكن احنا واخدين بالنا انها من اول ما اتجوزت الخدام اللي كانوا في بيتها كانوا بيعملوها وحش وحماتها، وهي كسبتهم هما في الاول، وبعد كده جوزها برضو طبعا ما كانش مؤمن وبقى مؤمن، وابنها اوغسطينوس بقى قعد معاها اكتر من 20 سنة وفضلت وراه لحد ما القديس العظيم اوغسطينوس. من كل ولادنا دول يعتبروا زي اوغسطينوس،
وممكن انا اقول حاجه وغيري يكمل عليها ما يجراش حاجه. ممكن انا اقول حاجه وابني المظلوم ده يفتكرها بعد سنين ويرجع بسببها. مش لازم الثمره تبقى في الحال. وعموما اي يعني ما فيش خدمه ناجحه الشيطان مش بيحاول يحاربها. فاحنا لازم نحتمل الصعوبات اللي بنشوفها. في خادم كان راح لاب اعترافه وقال له انا مش محتمل المشاكل دي. قال له هو انت مش عايز صليب في الخدمه؟ طبعا سكت. قال له طب تحب اغير لك الصليب بتاعك اللي في الخدمه؟ برضه سكت. قال له طب انت تنفع تتخيل كده السيد المسيح بدون صليب؟ ينفع؟ ينفع نتخيل السيد المسيح بدون صليب؟ طيب احنا قلنا ان احنا لازم نحمل الصليب كل يوم. فالخدمه طبعا لازم يكون فيها صعاب، لكن احنا لازم بنحتمل هذا الصليب، واللي بيدينا قوه على ان احنا نحتمل الصليب هو ربنا مش احنا. طيب نحاول نراجع تاني، ايه هي شروط التلمذه؟ حد فاكر اول حاجه كانت ايه؟ حفظ الوصايا، ها؟ محبه، برافو. التجرد، التجرد وحمل الصليب. التجرد ان انا مش هعتمد على ذاتي، مش على فهمي، مش على الاموال. خلاص؟ طيب في بقى شرط مهم خالص خالص لازم للتلمذه، بس انتوا اللي هتقولوه مش انا. ايه هو بقى؟ التواضع. برافو يا ميس، صح. التواضع ليه بقى؟ لان انا لو انسان معتمد على ذاتي، جات الميس تنصحني وتقول لي يا نرمين لما تقولي كلمه لازم تبقي محدده في البوينت بتاعتك، ما تسيبيش الموضوع ده سايح. دي غيرانه مني، دي بتقول كده علشان عارفه ان كلمتي حلوه، انا عارفه واثقه ان انا بقول الكلمه كويس قوي. طيب ما انا اسمع الكلام، ما انا اسمع الكلام واحط فعلا الحاجه في بوينت. ما كنتش انا متواضعه مش هقبل اي نصيحه. الكبرياء والذات بتمنع الانسان ان هو يقبل اي نصيحه، فبالتالي عمره ما هيبقى تلميذ. انا حلو، انا كويس، اتغير ليه؟ ما كانش فيا تواضع عمري ما انا هقبل ابدا اي نصيحه من اي حد، مش كده؟ السيد المسيح قال لنا تعلموا مني لاني. طيب احنا كمان تلاميذه لازم نبقى متواضعين. ما كانش في تواضع ما فيش خالص تلمذه. من اهم الشروط هي التواضع عشان اقدر اقبل الكلام. امال لو في توبيخ بنعمل ايه كلنا؟ نبقى متضايقين، مش كده؟ طيب دي هي شروط التلمذه. طب ازاي بقى التلمذ؟ او ازاي استفيد من التلمذه؟ ايه رايكم نتلمذ ازاي؟ يعني ايه الحاجات اللي تساعدني او التلمذ ازاي؟ عندكم اي افكار؟ هعرف ازاي كان بيعمل ايه؟ تمام، طبعا صح. هعرف منين السيد المسيح كان بيعمل ايه وايه هي تعليمه منين؟ برافو عليكي، شاطره خالص. يبقى من الكتاب المقدس اول حاجه. اول حاجه هعرف وصايا ربنا للانسان من الكتاب المقدس، مش كده؟ التلمذ مثلا على ايمان المراه نازفه الدم، ازاي كان عندها ايمان انها تيجي تلمس بس قطب الثوب بتاع السيد المسيح. التلمذ مثلا على ايمان المراه الكنعانيه، ازاي يعني رغم ان تلها يعني ازاي هي برضو صبرت وردت وقالت له الكلاب ايضا تاكل من فتات. التلمذ مثلا على الطوبه بتاعت انسيموس، ازاي هو اتغير بعد ما كان حته عبد وحرامي وهربان، ازاي ان هو تاب وبقى بعد كده حاجه كبيره وحاجه حلوه. امثله كتيره جدا جدا من الكتاب المقدس. نفتكر كده مولود الاعمى لما كانوا بيناقشوه وقاموا قالوا له ايه؟ انت تلميذ ذاك، اما نحن تلاميذ موسى. طيب في فتره طويله قوي بين موسى النبي والكلام ده، لكن هما كانوا بيتلمذوا على الكلام بتاعه. فاحنا ممكن جدا ناخد امثله كتيره جدا لو فضلنا نتكلم عنها من الكتاب المقدس. نشوف ازاي مثلا، نشوف ازاي الصلاه المقبوله والصلاه الغير مقبوله، الصيام المقبول والصيام اللي مش مقبول. طب ايه شروط الصلاه المقبوله؟ شوفها، نعرفها من الكتاب المقدس. عندنا ناس كتيره صلت صلوات حلوه وجميله وربنا استجابه للصلوات دي، الصيام، كل حاجه. طب الناس دي لما وقعت في ضيقه عملت ايه؟ ونشوف
الكتاب المقدس عندنا بعهدي جميل جدا ومليان حاجات كتيرة جدا نقدر ان احنا نتلمس عليها. طيب في ايه تاني غير الكتاب المقدس؟ تمام، وثائق النعمة دي وثائق للخلاص، بس احنا عايزين نتلمس، احنا هنمارسها طبعا. في بعد كده ممكن كمان الاباء القديسين، مش كده؟ طيب نفتكر مثلا الانبا انطونيوس لما جاله ثلاثة من سفر، يعني زمان ما كانش في قطارات ولا طيارات، كانوا بياخدوا مسافات طويلة قوي عشان يسافروا. الانبا انطونيوس لاحظ ان اتنين بيسألوا وواحد ما بيسألش، قال تسألش ليه؟ تأكيد يعني تعبان وجاي من مسافة طويلة وتعبت. تمام، علشان يعني في حاجة، قال له يكفينا النظر إلى وجهك. ليه هو شاف إيه؟ تفتكروا شاف إيه على وجه الأنبا أنطونيوس؟ أكيد شاف البشاشة، الوداعة، أكيد شافه إزاي بيرد على كل الأسئلة، منتهى الوداعة. شاف بس وشه كده وقال له يكفينا النظر إلى وجهك. طيب إحنا بقى لما نسمع سير القديسين ونشوفها ونشوف حياتهم، مش هينفع ان احنا نتلمس عليها؟ اكيد ينفع، مش كده؟ مش كده المقدس بيقول لنا انظروا الى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. شوف ماري جرجس اتعذب كام سنة وفضل ثابت على الإيمان بتاعه. شوف يعني القديسة رفقة والأم دولاجي ولادهم اتذبحوا قدام عينيهم، فضلوا يثبتوا ولادهم وثبتوا على الإيمان. حاجات كتيرة بنقدر نتعلمها من سير القديسين، وممكن نتعلم منها كتير، وعندنا طبعا في الكنيسة أمثلة كتيرة للصداقة مع القديسين. طبعا معروف أن البابا كرولوس كان بيحب جدا مرمين. ناخد من كل قديس حاجة حلوة، فضيلة حلوة نتعلم منها. ناخد من الأنبا موسى الأسود مثلا، أو القديسة مريم المصرية، التوبة، الصدقة، الجدة. ناخد من الأنبا برقام العطاء، ازاي كان في عطاء شديد. ناخد من كل قديس الحاجة الحلوة بتاعته. خلاص، يبقى احنا ممكن نتلمز على الكتاب المقدس، الآباء القديسين. في حاجة برضو مهمة شبه التواضع، اللي هي القبول المشهورة. طيب عندنا مثلا، هناخد مثل ليها الأنبا أنطونيوس لما كان خارج عشان يبقى راهب، وشاف ست يعني استحمى قدام، وقال لها يعني انت مش مكسوفه من اللي انت بتعمليه؟ يعني ازاي تعملي كده وانا ناسك؟ قلت له ناسك ونسك يعملوا ايه هنا؟ نسك يخشوا جوه في البريه. هل قال بقى اوه ست خاطيه بقى وجايه توعظني، مش عارفه انا مين الست ده، انت ست خاطيه، روحي بقى يعني، روحي يعني شوفي حل اللي انت بتعمليه ده، بدل ما تنصحيني وتقولي لي خشي جوه، روحي انصحي نفسك. انت مش عارفه انت بتكلمي مين؟ الأنبا أنطونيوس، انت بقى انت اللي هتيجي تنصحيني؟ عمل كده؟ ما عملش كده، رغم انها في نظر يعني انا اعتقد انا شخصيا يعني هيبقى ده رد فعلي، يعني انت شوفي حالك، يعني انت جايه تنصحيني، انصحي نفسك انت الاول يعني. لكن هو قبل المشوره دي واعتبرها انها جايه من ربنا. القديس ماري فروم برضو تعرض لموقف ان في واحدة كانت قاعدة تبص له جامد قوي ومدة طويلة، فهو اتكسف، قال في ايه يا ستي يعني اختشي ايه كده؟ قالت له انا متاخدة من الراجل، انت بقى متاخد من التراب، انت المفروض تبص للتراب اللي انت جاي منه. برضه نفس الشيء، هل اعتبر يعني انت مين انت اللي جاية توعظيني انا القديس العظيم؟ ابدا، ابتدى يدرب نفسه ان هو فعلا يبص في التراب. فدول القديسين عظام وقبلوا النصيحة حتى من ناس في نظرنا احنا ان هم يعتبروا خطوة. طب فما بالنا احنا، هل احنا هنقبل المشورة اللي جاية لنا من ناس احنا عارفين ان هم ناس فضلاء او اباء في الكنيسة، او نقبل المشورة من المرشدين الروحيين بتوعنا، ولا بنعتمد على ذواتنا؟ اللي عايز يبقى تلميذ لازم يقبل المشورة طالما انها تتفق مع الإيمان، تتفق مع الكتاب المقدس. فأنا لازم أقبل المشورة دي. طيب يبقى احنا قلنا الكتاب المقدس، سير وحياة الآباء القديسين، وقلنا قبول المشورة. في ايه تاني ممكن نتعلم منه أو نتلمز عليه تفتكروا؟ طيب تفتكروا ممكن نتلمز على الطبيعة؟
ينفع ولا ما ينفعش؟ اما دم مثلا من الكتاب المقدس، لكن هل ينفع ان احنا نتلمس على الطبيعه؟ ايه رايكم؟ ينفع؟ طب مين موافق ان ينفع نتلمس على الطبيعه؟ تمام، طيب، عظيم. تمام، صح. وما بتبصش حد شكرها مثلا ولا لا؟ تمام. طب مين مش موافق ان احنا نتلمذ على الطبيعه؟ طيب احنا طبعا ينفع قوي نتلمذ على الطبيعه، يعني زي ما حضرتك قلت كده، مثلا الاشجار بتعطي ثمر ليها مهما كان، عمرها ما بتبص حد شكرها ولا لا؟ طيب الجذر بتاع الشجره، عمرنا سمعنا ان الجذور اشتكت انها تحت الارض ومحدش حاسس بيها؟ طيب احنا بنقول مثلا يشرق شمسه على الابرار والاشرار الاثنين، يعني المفروض انا برضو اتعلم منها ان انا اعامل كل الناس حلو، مش كده؟ طيب عمرنا سمعنا ان الشمس والنجوم جم في يوم تعبوا، احنا قالوا احنا تعبنا قوي بقى كل يوم بنقعد نلف كده، نلف، طب نستريح حبه؟ سمعنا حاجه زي كده؟ احنا ممكن نتلمس على الطبيعة دي انها لا بتكل ولا بتتعب وعلى طول شغالة. النهاردة عيد نياحة مين؟ يوناني النبي. في قصة يوناني النبي لاحظنا ان في الطبيعة كلها اطاعت امر الله، والوحيد اللي ما اطاعش هو يونان، مش كده؟ ارسل حوت، الحوت راح، ارسل ريح، الريح راحت، ارسل دودة، سمعت الكلام، يقطينة، سمعت الكلام. الوحيد اللي ما كانش بيسمع الكلام في قصة يونان هو يونان، لكن الطبيعة مطيعة تسمع الكلام خالقها، مش كده؟ الوحيد بس اللي ما بيسمعش الكلام هو الإنسان. طيب هل ممكن نتلمذ ونشوف النملة؟ ينفع. بابا شنودة كان بيحكي كتير قوي ازاي ان هو كان بيشوف نملة بتحاول تطلع على تل، وكل ما تحاول تطلع تقوم واقعه، تقوم تطلع تاني، تقوم واقعه، تقوم تطلع تاني، عدد مرات كتير خالص لحد ما في الاخر طلعت. وعندنا الايه بتقول ايه؟ اذهب الى النمله ايها الكسلان، تامل طرقها وكن حكيما. نتعلم من النمله المصابره والعمل الجاد. طب والعصفور ممكن نتلمس عليها؟ طب برضه سيدنا بابا شنودة ياما حكى لنا على العصفوره اللي كانت لقت حبه حب كده، اخذت ميك فيها وطارت، ما حوشتش، ما عادتش جنب الحب ده احسن حد تاني يجي ياخده، احسن بكره الصبح ما لاقيش، لا، اخذت ميك فيها وطارت وهي واثقه ان ربنا هيبعت لها. ممكن نتامل النحل ازاي بيشتغل في عمل جماعي مع بعضه، عمرهم ما اشتكوا، عمرهم ما تذمروا، مش كده؟ جسم الانسان ده هل فيه عضو بيفتخر على عضو؟ لا، كله بيشتغل مع بعضه عمل جماعي. فاحنا ممكن جدا نتلمذ على الطبيعه انها بتشتغل جد على طول، ما بتزهقش، ما بتفكرش مين فينا اللي اعظم، ما بتفكرش هل حد شكرني ولا لا، وعطاء مستمر. نتعلم من النملة زي ما قلنا المصابرة، العمل من النحل، العمل الجماعي، كل دي حاجات ممكن نتعلمها من الطبيعة اللي ربنا خلقها لنا. طيب ممكن نتلمس على مين تاني؟ ممكن نتلمس على الموت؟ هل الموت ممكن نتلمس عليه؟ ازاي بقى؟ طيب يا ميس، تمام يا ميس. طب في حد احنا نعرف من سير القديسين استفاد من الموت؟ ايه رأيك تفكري؟ الأنبا أنطونيوس لما بابا مات وقال له انت خرجت ايه بغير ارادتك، لكن اخرج من العالم دوت ايه بارادتي، فين غناك، فين سلطانك، انت خرجت بغير ارادتك، انا هخرج ايه بارادتي. طب والأنبا بولا لما كان برضو رايح يشتكي اخوه وشاف ميت، طب انت اخدت معاك ايه؟ وقام راح البرية جوه نايم. في قديس الأنبا ماكاريوس كان قال لأخ روح المقابر،
روح امدح فيهم، امدح في الأموات اللي في المقابر دي. راح قال لهم انتوا ناس حلوين قوي، انتوا ناس عظماء، انتوا ناس قديسين، انتوا ناس أبرار. ورجع قال له ايه تاني يوم، تمام، روح بقى ذم فيهم. فرح ذم فيهم طبعا، انتوا أشرار، انتوا وحشين، انتوا كل عشتكوا وحشة، انتوا. ورجع للأنبا مكارس قال له هي لما مدحتهم عملوا ايه؟ ولا حاجة. طب لما شتمتهم وسميتهم عملوا ايه؟ ولا حاجة. قال له انت كمان تكون كده زيهم، لا المدح يجيب لنا مجد باطل ولا التوبيخ او الذم يتعبني من جوه، اكون كده زيهم. ده درس من الموت. والأنبا أنطونس والأنبا بولا زي ما قلنا وناس كتير أخذوا برضو عظة من الموت واستعدوا للموت، وإن هم كده كده إحنا هنخرج مش هيبقى معنا أي حاجة، يبقى نعمل لإيه؟ للكنز السماوي والسماء بتاعتنا، مش كده؟ في أحد الكتاب الغير مسيحيين كان كتب إن الموت دي حقيقة كلنا عارفينها، لكن مع ذلك كلنا لما بنحضر الجنازات البعض بيتسابق ان هو يشيل النعش ومش بيفتكر الا العلامات اللي جت على كتفه، الحاجات اللي تعبته ده ما شال النعش، هو ده كل الدرس اللي بياخده من الموت، انا شلته وتعبت، كان تقيل، امتى هخلص؟ مع ان الموت ده حقيقه كلنا عارفينها، ومع ذلك يعني احيانا بنتاثر شويه يوم اتنين، لكن بعد كده بننسى الحقيقه اللي احنا المفروض ان احنا نستعد ليها. ربنا يدي طول العمر للجميع ويبارك في حياة الجميع. طيب نرجع تاني، احنا قلنا ممكن نتمز عليه كتاب المقدس، الآباء والقديسين والأقوال بتاعتهم، الطبيعة، الموت. طيب هل أنا ممكن أتلمز على أخطاء الآخرين؟ إيه رأيكم؟ حد موافق؟ مين موافق؟ حد يتبرع ويقول لي ازاي بقى انا اتلمز على حد بيعمل حاجه غلط؟ ازاي انا بس عشان نفهمها، حد ممكن يشرحها؟ طب انا هقول لك عشان ما حدش يتعب، حضرتك هتقولي تمام. هفترض دلوقتي انا واحدهم ماسكه الميكروفون مش عايزه اسيبه وعماله ادي في الوعظ، ومس فاديه ماسكه الميكروفون، ومين جولان هتنام، الميس مشيت وسابت الدنيا، المستر مشي، الميس بتتاوب وانا مستمريه، انا هقول ماليش دخل. انا اتلمز ازاي على الخطا ده؟ حاجتين، اولا انا لما الاقي الناس زهقانه انهي. الحاجه الثانيه ان انا اشوف ليه كانت الوعظه او المحاضره او الكلمه كانت ممله، هل كانت مش محضره الكلمه كويس؟ هل كان مفروض يكون معها باوربوينت؟ احيانا في ناس ممكن بتدي معلومات قيمه جدا لكن طريقه الالقاء بتاعه الصوت بتبقى واحده على طول طوله الكلمه فبتزهق الناس، بتزهق شويه. في اخطاء كتير زي ما قلنا مش عايشه الكلمه، يكفي انها حد مش عايش الكلمه فالناس حاسه انا قاعده في مدرسه او بسمع محاضره في كليه فتمشي وتنصرف. فانا بالتالي اشوف ليه هي وقعت في الخطا ده، ليه هي لما قالت الكلمه كلنا زهقانين او النسبه الاكبر زهقانه وانا ما اعملش نفس الخطا ده، مش كده؟ طيب هل ممكن حاجه تانية؟ طبعا ممكن. هفترض مثلا ليا زميل او زميله مثلا في الشغل ومش امين في الشغل، وبعد كده شفت ان عدى سنه واتنين وعشرة وخمستاشر لكن في الاخر ضبط واتعرف انه هو كان مش امين والمشاكل والحاجات اللي حصلت له. اتعلم اني انا لما اكون امين ربنا يبارك في القليل اللي عندي، وانا اكون مش امين ممكن ربنا ما بيباركش، ببقى شايفه ازاي الحاجه قدامي. يعني ممكن اتعلم من اخطاء الاخرين، اي حد وقع قدامي في خطا مش ادينه لكن اتعلم ان الوقوع في الخطا ده كان ايه النتيجه بتاعته وانا ما عملهوش. خلاص فانا ممكن اتلمس على اخطاء الاخرين ان انا ما عملش هذا الخطا. عندنا مثلا اللص اليمين واللص الشمال، صح؟ انا عندي اللص اليمين قد بتومه
قدم توبة الصدقة حقيقية في وقت هرب فيه التلاميذ بعد يوحنا. وعندي اللص الشمال فضل مستمر ان هو يجدف على اسم السيد المسيح. عند اللص اليمين احنا عارفين خالص دماس بقى حلو. السيد المسيح قال له ايه؟ اليوم تكون معي في الفردوس. طب واللص الشمال؟ مش انا ممكن اتعلم زي ما اتعلمت كده من دماس، اتعلم ان اللص الشمال اللي فضل مستمر في التجديف بتاعه وعدم التوبة كان ايه مصير؟ من زي ما انا اتعلمت ان دمياس لما تاب السيد المسيح قبله لما اعترف بيه، اتعلم برضو ان لسه الشمال بما انه هو ما قدمش توبة ما قدمش ما اعترفش وفضل على شره الى اخر لحظة، رغم ان نفس الشيء اللي اتعرض لدمياس كان معروض مع لسه الشمال هو برضو وهلك، مش كده؟ ممكن اتعلم الموضوع ده ولا لا؟ اتعلم طبعا من، يبقى انا ممكن اتعلم واتلمس من اخطاء الاخرين واتعلم منهم واقعش انا في نفس الخطا. مش ايدينه مش بزين، لكن بتعلم عشان انا ما اعملش هذا الخطا. طيب هل المرض ممكن اتعلم منه؟ طبعا ممكن. العالم المرض اتعلم منه حاجات كتير. هتعلم منه ايه؟ صبر، احتمال، افكر في الام السيد المسيح، يا ربي ده انا تعبانه يعني من مرض بسيط كده، امال انت يا الهي استحملت ازاي العذاب ده كله؟ ازاي استحملت الالم دوت؟ واحنا يعني شويه حاجات يعني لما يجي لنا دور برد بس ولا شويه صداع نبقى خلاص تعبانين، عايزين مسكن، عايزين كذا. انت ازاي يا الهي استحملت الصلب؟ ازاي يا الهي استحملت الالام الفظيعه دي كلها؟ وابتدي ان انا افكر في الام السيد المسيح، ممكن استفيد من المرض. وممكن برضو بالناحيه السلبيه ممكن اتذمر واقول اشمعنى انا يعني اللي يجرى لي كده، ما كل الناس حواليا هيك كويسه، ومفيش خاطئ يعني في الدنيا دي غيري، او وانا ذنبي ايه يعني انا عملت ايه عشان يحصل لي كل ده؟ فانا ممكن جدا اتحمل هذه الالام. واحنا عندنا قديسين طلبوا المرض مش كده؟ زي مين؟ الأنبا بشوي كامل طلب المرض، وأمنا ريني طلبت المرض. هما الاثنين طلبوا المرض واستحملوا آلام المرض. فأنا المرض ده ممكن أتعلم منه جدا الصبر والاحتمال. طيب آخر حاجة ممكن أتعلم منها اللي هي طقوس الكنيسة. طقوس الكنيسة احنا بنتعلم في كل طقس وكل حاجة بيبقى ليها معنى عندنا في الكنيسة. حتى مثلا لبس الكاهن الابيض بيدينا نقاوة الكهنوت، المسبح عشان يبقى مرتفع السمو بتاعه، ان انا اقلع الشوز بتاعي قبل ما اخش، انا داخل مكان مقدس مش داخل اي مكان. كل لحن وكل حاجة عندنا في الكنيسة والايقونات والشم، كل الحاجات الجميلة الحلوة دي ممكن اتعلم منها. هي بس اخر حاجة ملحوظة في الحكاية دي الكتب. بالنسبة للكتب احنا دلوقتي في العهد بتاعنا بنلاقي حاجات بتجيلنا كتيرة جدا على الفيسبوك، مش كلها بتبقى صالحة للتعليم يعني سامحوني، ومعظمها لا. احنا عشان وقتنا هندي مثالين اتنين بس. ايه رأيكم في القصة بتاعت الست اللي مكنتش عارفة تصلي وابونا علمها تصلي، فهي نسيت الصلاة. أنا مش فاكرة اللفظ اللي قالته، هي قالت حاجة مشكحني وحاجة كلمة تانية أنا مش فاكراها خالص. لما جه أبونا يسألها قالت له أنا حفظتها، ده أنا بقول كذا. إيه يا ستي اللي أنت بتقولين ده؟ أنت ما تحضريش قداسات. بعد كده لما مشي أبونا راحت في النوم وحست إنها حضرت قداس مع السواح وقابلت أبونا، ده أنت يا أبونا اللي عملت القداس والقربانة أهي. إيه رأيكم في القصة دي؟ يعني صح توافق ولا لا توافق؟ مين وافق؟ انا عايزه بس نعرف الراي مع بعض. مين وافق انها قصه كويسه وممكن نشيرها وممكن نعلمها لاولادنا؟ مين مش موافق؟ حضرتك مش موافق مش كده؟ طيب مين في حضراتكم حضر قداس مع السواح؟ محدش.
كل الرهبان اللي هم سابوا بيوتهم واموالهم ومراكزهم حضروا قداسات مع السواح، مش كلهم؟ النسبه الاكبر ولا اصغر؟ الاصغر هي اللي ممكن تحضر، مش كده؟ ايه اللي عملته الست دي عشان تستحق انها تحضر قداس مع السواح؟ هل احنا ممكن بعد ما نصلي ابانا لازم نقول مشكحني والكلمه الثانيه اللي قالتها عشان نحضر قداس مع السواح؟ ما هي مثل لينا بقى، هل ينفع؟ ومين فينا ابونا بيزعق له لو ما حفظش الصلاه؟ مين فينا ابونا يعني وبخه وحرمه من حضور القداسات؟ بنشير في قصص بيبقى فيها حاجات مش مظبوطه. خطوره كمان القصه دي ايه؟ انا يعني انا اصلي ليه بقى؟ انا لما اجي مثلا اميل على الميس مثلا، ها نصلي بالاجبيه، ما انا اصلي ليه بقى؟ ما هي كلمه بسيطه دي خلت ست تحضر مع السواح، ايه الحرفيه دي بقى فوقه؟ ربنا مش عايز كده. اللهم تعالى كده بقى الرهبان دول كلهم غلطانين، نرجعهم بقى. بيقضوا حياتهم بيسيبوا حياتهم هم غلطانين. الكلام ده طبعا القصه دي يعني مش مظبوطه خالص، واذا كانت مظبوطه يبقى القديسين والرهبان ضيعوا حياتهم. اتفضل. بالظبط كده. وكمان سامحني، وتحط في بالنا ان الكهنه اللي موجودين قاسيين بيتعبونا على الفاضي. طب هل في قصص ممكن اجيبها من الكتاب المقدس احلى بكتير من القصه دي؟ ان ربنا يقبل الصلاه حتى لو حاجه بسيطه؟ ايه رايكم في قصه الفريسي والعشار اللي موجوده في الكتاب المقدس؟ ايه رايكم فيها؟ العشار داخل قدام ربنا وبيتباهى، الفريسي داخل وبيتباهى، انا بصوم وبصلي وبعشر فلوسي وبعمل، انا مش خاطي زي الراجل ده. لكن العشار المسكين اللي خاطي قال ايه؟ اللهم ارحمني انا الخاطي. وهو اللي نزل مبرر. عندنا لاوي اتحول الى متى التلميذ، عندنا انجيل متى، عندنا زكا اليوم حصل خلاص لهذا البيت. مش مجرد مثل. ليه انا ما اقولهوش بدل القصه الفظيعه دي؟ هو الفريسي قال برضو جمله واحده، اللهم ارحمني انا الخاطي. اعتقد انها هي دي الكلمه الحلوه، هي دي اللي فيها التوبه. فانا ليه ادور على قصه في الفيس مش حقيقيه وليها اغراض مش مظبوطه واسيب الكتاب المقدس؟ في قصه تانية كانت عن أبونا حاضر في قداس، فالولاد عملوا دوشة جامدة، فأبونا ساب الهيكل وساب المسبح وطلع راح مشي للأولاد وهداهم خالص وسايب المسبح ما فيش مشكلة خالص، وراح معاهم ولع لهم الشمع واحد واحد، والمسبح ده برضو ما فيش مشاكل، هو الأطفال أهم. بعد كده مشي معاهم وجابهم قدام كده ووقفهم بالشمع، وبعد كده بقى افتكر ان في مسبح فقام طلع يكمل القداس. ايه راي حضراتكم في القصه دي؟ ابونا حنين وحلو مش كده؟ ابونا حلو بيحب الاطفال. ايه ده؟ عندنا بقى صوره مختلفه لما نشوف ابونا ميخائيل ابراهيم عمل ايه؟ كان شماس، قالوا له ابنك ضربته عربيه ومات، عمل ايه؟ ساب القداس وراح يشوف ابنه؟ ما سابش ابنه وراح، وكان شميس مش كاهن، يعني ممكن غيره يقوم بداله، محدش كان هيلومه لو كان راح شاف ابنه اللي بيقولوا له مات. نفس ابونا ده برضه في مره، ابونا ميخائيل انتهر طفل في الهيكل لانه كان بيعمل حاجات يعني شقاوه كده، فلما انتهر وشاف ان الملاك مشي بعد ما خلص القداس نادى للولد وعمل له مطانيه لانه انسان متواضع، لكن ما سابش القداس وعمل مطانية. هل يليق ان الكاهن يسيب الذبيحة يسيب رب الملوك ويروح يدور يسكت الاطفال؟ احنا رئيس الكهنة ايام العهد القديم كانوا بيربطوه بسلسلة عشان يفضل واقف جوه في قدس الاقداس، ولو جرى له حاجة يتشد. فاحنا
يعني أنا واحدة من الناس ما خدتش بالي من المعنى اللي كان موجود في القصة في الأول لحد ما لفت نظري أحد الكهنة. تفضل. بص حضرتك، هو المفروض بيسكت الاول، وانا صدقني بحضر القداسات وبيسكتوا في الاول، بيسكت مره واثنين، بعد كده بيبتدي بقى ينبه. بالظبط، المفروض الشماس. بس هل بس صدقني بيسكتوا في الاول مره واثنين. احنا عموما هو المفروض زي ما حضرتك قلت الشماس هو بينظم. المفروض انا كواحده حاضره قداس ابقى عارفه ان انا حاضره قداس، ان رب المجد موجود، ان ببيتك يا رب تليق القداسه، ما نعملش دوشه، ما يصحش ان الولاد يجروا في بيت ربنا وقت القداس بالذات. طبعا دي حاجه لا تليق، ومفروض الشمامسه بيساعدوا، ومفروض ابونا بيسكت وبينبه بالراحه. لكن عموما برضو القصه دي مش مظبوطه، مش صح ولا تليق، ما ينفعش ان احنا نشيرها ولا ان احنا نعلمها لاولاد. ده مجرد مثالين للحاجات اللي بتيجي على الفيس بتبقى مش مظبوطه. في حاجات كتير بتبقى مش عارفينها هي صح ولا غلط، فاحنا لازم نفحص الحاجة ونشوفها توافق إيماننا وعقيدتنا ولا لا. افحصوا كل شيء وتمسكوا بالحسن. اللي أعرف إن هو حسن كويس ده اللي ممكن أعمله، لكن بلاش بس إيه قصة مجرد حلوة أبتدي إن أنا أشيرها وأبتدي أقولها لأولادي وهي ملهاش أساسا أي مرجعية مظبوطة، ملهاش أي حاجة صح، وهي أساسا حاجة لا تليق انها تحصل. فاحنا بس بلاش نعتمد على الفيس او الكلام اللي بيجي على الواتس، لان احيانا بيندس فيه سموم كتيره، واحنا بحسن النيه ما بنبقاش واخدين بالنا ابدا من الحاجات دي. فاحنا لازم افحصوا كل شيء وتمسكوا بالحسن. كتابنا المقدس فيه حاجات جميله جدا وقصص جميله جدا، بس احنا اللي جوانا احساس ان دي حاجه قديمه. لا، مش حاجه قديمه، هي قصه الفريسي والعشار. لو انا عايشاها، لو انا قبل ما اقولها بقول له يا رب اديني التوبه الحقيقيه اللي انت اديتها للعشار دوت، يا رب اديني انسحاق القلب ده، هل انا لما اجي احكيها لحد هحكيها كده على انها قصه تاريخيه يعني؟ ولا اللي هيسمعني هيقول ما احنا عارفينها، ما احنا حافظينها، انا حاسه بيها ولا لا؟ انا عارفاها ولا لا؟ الكتاب المقدس فيه حاجات كتيره مش كل الناس عارفاها. سير القديسين اللي موجوده غنيه جدا وفيها قصص تنفعنا في جميع المواقف. الكتاب المقدس فيه سير القديسين فيها، وستان الرهبان فيه، اقوال الاباء اللي احنا واثقين فيها مصادرها كلها جميله. خدوا بالكم ان في جه وقت من الاوقات كان بيدعوا على البابا كرولوس السادس انه قال حاجات هو ما قالهاش، فاحنا لازم ندقق في الحاجة الأول قبل ما نقولها أو قبل ما نشاركها، لأن أنا لو قلت معلومة غلط دي حاجة مش سهلة. خلاص اتفقنا؟ طيب آخر حاجة هنقولها بقى، إيه معوقات التلمذة؟ يعني إيه اللي يعوق إن أنا أبقى تلميذة؟ إحنا معظمها حاجات قلناها. أول حاجة كبرياء طبعا، أول حاجة كبرياء والذات. الهرقة اللي جم أريوس ونسطور، طب ما عملوا لهم مجامع وقعدوا معاهم وفهموهم ورد عليهم وعملوا، لكن أصروا على الخطأ. فالكبرياء والذات دي شيء يعني بيمنع أي إنسان إن هو يبقى تلميذ. زي ما قلنا أنت جاي تعلمني، لا 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 أنا فاهم كل حاجة، أنا عارف كل حاجة، أنت لسه أصلك ما وصلتش لمستوايا، لما تقرا اللي أنا قريته ولا توصل لمستواي. فين الاتضاع؟ فين الاتضاع؟ الأمبرسانيوس معلم الملوك جه هنا تعلم الرهبنة، ولما كانوا يعني بيسألوه كان بيقول لهم أنا ما وصلتش للألفابيتا اللي أعرفها. فين التواضع؟
لازم يكون في تواضع. فكبرياء بيمنع التلمذة. طيب ايه تاني حاجة؟ تذمر. التذمر ودي عكس حمل الصليب. تذمر، مفيش رجاء، النظر السلبية للأمور، مفيش فايدة، مش هنتحسن، مش هنتغير، عمر الحال ما هيبقى أحسن من كده. كل ده كلام سلبي. ليه؟ ليه؟ ليه مش هيحصل أحسن؟ ليه؟ لا يستحيل شيء على ربنا، مش كده؟ الله قادر. وفي أمثلة عندنا في الكتاب المقدس كتيرة جدا، أنا بس مش عايزة أضايقكم أو أطول عليكم على ناس لسه إحنا قايلين مثلا لص اليمين، أنسيموس، زكا، لاوي اللي بقى متى، اللي بنقرا الإنجيل بتاعه. أمثلة يعني لو قعدنا نبص كتير جدا. ملوك في بني إسرائيل كانوا أشرار جدا جدا وتابوا. ناس كتيرة كانت شريرة وتابت، وعندنا أمثلة كتيرة جدا جدا لو قعدنا نفضل نقولها يعني هناخد ساعات وساعات عشان نطلعها من الكتاب المقدس ومن بستان الرهبان ومن السنكسار. ناس كتيرة تابت وكانت توبتها قوية جدا وكانت في أشر الحالات، مع ذلك تابت. وتاني مش إحنا اللي بنشتغل، هو روح الله هو اللي بيشتغل مش إحنا. لو أنا معتمدة على ذاتي مفيش فايدة طبعا، لكن أنا لو معايا المسيح لا أستطيع كل شيء، مفيش حاجة تبقى صعبة على ربنا، ودي خدمته ودول ولاده. تمام. يبقى أول حاجة الكبرياء والذات، وإن أنا مش بحب أسمع نصيحة حد، أنا عارف كل حاجة. تاني حاجة التذمر وعدم الرجاء وإن مفيش فايدة. آخر حاجة بقى ويمكن حضراتكم يعني تلمسوها شويه، مثلا لو جينا دلوقتي جبنا لوح وقعدنا نقول ايه رايكم وايه ابتكاراتكم للخدمه، هنسمع احلى ابتكارات واحلى افكار. طيب مين ينفذ معانا؟ مش هنلاقي حد للاسف. لا غير اللي يعمل. مثلا سي انا هقترح ان لازم الزامي كل خادم وخادمة يحفظ خلال الأسبوع مزمور وهنسمعه. خلاص؟ طيب ابتدي بقى بنفسك وسمعي للخدام والخادمات. لا أنا ما عملش كده، لا ده الميس هي اللي تعمل كده، أنا مش فاضي، أنا ما عنديش وقت أقعد مع كل الخدام دول وأسمع له. إيه اللي أنتوا بتقولوه ده؟ لا لا أنا عندي ظروف صعبة قوي، هي الميس فاضية عني وهي اللي تعمل كده. الميس يقول لا ده الميس دي هي اللي تعمل، والمستر يقول لا ده هو اللي يعمل، أنا ما مش فاضي. انتوا مش عارفين ظروفي يا جماعه، لا انتوا جايين عليا وانا ظروفي صعبه جدا. فعدم الحب الباذل في الخدمه بيبقى من احد الاسباب ان احنا كمان ما نتلمس. في حاجه مهمه خالص، شرط بقى مهم خالص خالص، اهم من كل اللي فات ده كله. انا لو عايز ولادي وبناتي يتعلموا التلمذه لازم انا اتلمس. لو انا بقى مش عايشه التلمذه دي مفيش اي حد هيحاول ان هو يتلمس. اي حد فينا وكلنا تقريبا يعني بنشتكي ان مفيش تلمذه، مش كده؟ طيب ندور كل واحد بقى يدور على نفسه الاول، هل هو عايش حياه التلمذه؟ مش هينفع ابدا ان انا اعلم حد حاجه انا مش عايشاها ولا بجاهد فيها. محدش قال ان احنا كلنا وصلنا لاعلى الدرجات، لكن على الاقل بنجاهد ان احنا نسلك وان احنا نمشي في حياة التلمذة. وربنا يبارك في حياتكم ويدينا كلنا بجد حياة التلمذة. ميرسي ميرسي ان شاء الله. اتفضل. يعني الكنيسة والكتاب المقدس واباء طبعا الاباء كلهم وكل التعاليم